بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه في موضوع زيادة الإيمان ونقصانه، وقوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى في أصل الإيمان وأهله فيه سواء، يعني أهل الإيمان مستوون في المرتبة، كلهم سواء في مرتبة الإيمان، على أن الإيمان وصف ثابت للمؤمنين لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول خلاف الصحيح، قول المرجئة خلاف الصحيح، فأيسره فأهله ليسوا فيها سواء، لأن زيادة الإيمان ونقصانه أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجهل ذلك إلا القليل من الناس، فلا يمكن أن نقول إن أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، بل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أهله ليسوا فيه سواء، وإنما المؤلف رحمه الله أخذ بالقول الآخر، المذهب الآخر، قول المرجئة، مرجئة المتوقهة، مرجئة الفقهاء، فقال: أصل الإيمان في أصله سواء، وهو واحد يستوي فيه الكل، وليس كذلك، فإيمان التقي ليس كإيمان الفاسق، إيمان المؤمن حقا ليس كإيمان ضعيف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء وأصحاب الأقوال والمذاهب، كلهم عندهم أن الإيمان يزيد وينقص. فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أي واحد من الصحابة، وإيمان التقي النقي ليس كإيمان الفاسق، فقد يكون فاسقا في بعض الأحيان وبعض الاعتقادات، عنده من الفسق والفجور الشيء الكثير، ونقول إن هذا إيمانه كإيمان أبي بكر؟ حاشا وكلا، بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله بقولهم: الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان الجوارح واعتقاد بالقلب، فلا بد من هذه الثلاثة، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة، فكلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه،
وكلما أفسد المرء عمله بالمعصية نقص إيمانه حتى يضمحل ويذهب ولا يبقى منه شيء. هذا معروف لدى الجميع أن التقي زائد الإيمان، إيمانه مثابت، وأن الفاسق قد يكون عنده من الإيمان شيء لكنه ضعيف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمسلم إذا أدى العبادة كما أمر واتقى الله جل وعلا كما أمر وابتعد عن المعاصي والسيئات كما أمر زاد إيمانه وقوي. وكلما وقع في المعصية ولم يبال بالعمل نقص إيمانه، والله جل وعلا أثبت هذا في كتابه العزيز فقال: يزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمؤمن كلما استمر في الطاعة زاد إيمانه وقوي، وإذا وقع في المعصية نقص إيمانه وقل حتى يضمحل ولا يبقى منه شيء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هؤلاء الذين ردوا على أولئك من الناس وقالوا: لن نتوانى عما وجب الله علينا، زاد إيمانهم وقويا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمن إذا سمع الآيات الدالة على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة يزيد إيمانه ولا ينقص. وإذا كان لا يبالي سمع أو لم يسمع نقص إيمانه. فالرجل الذي إذا سمع الآيات أقبل على ربه وأطاعه ليس كالرجل الذي يسمع الآيات تتلى عليه ثم يصر على ما كان عليه من المعاصي دون الشرك. أما إذا وجد الشرك فإنه ينفقد الإيمان نهائيا، لكن الموجود عنده الإيمان، ما هو مشرك لكنه ضعيف الإيمان. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، سمعوا الآيات زاد إيمانهم مع أن إيمانهم الأصل موجود. وهكذا فالمسلم يزيد إيمانه بالموعظة والذكر الحسنة والتوجه إلى الله جل وعلا وسماع الآيات والاستجابة لما يسمع يزيد إيمانه. وإذا غفل وسهى ونسي نقص إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله جل وعلا يقول: أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتزيد إيمان وهم يستبشرون بذلك. والصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم للآخر: هلما نزدد إيمان، تعال تعال يا أخي أنا وياك نتحدث قليلا يزيد إيماننا. نقول قال الحنفية أو قال غيرهم:
إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والصحابة رضي الله عنهم يقولون هلما نزد إيمان، كيف يقول تعال نزد إيمان، ثم يتذاكرون ما أوجب الله عليهم وما فهموه من كتاب الله جل وعلا فيزيد إيمانهم. هلما نزدد إيمان وأهله في أصله سواء، يعني نقول إنهم ليسوا فيه سواء، بل منهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان، وليس كل أحد مثل آخر ولا قريبا منه. فإيمان أبي بكر وإيمان عمر وإيمان الصحابة رضي الله عنهم يختلف فيما بينهم سواء، هم أنفسهم يختلف إيمانهم عن بعض. ثم هم الصحابة رضي الله عنهم يختلف إيمانهم عن إيمان من تبعهم من غير الصحابة. ثم الأئمة في الدين والعلم يختلف إيمانهم عمن ليس كذلك. ثم عامة الناس في الصدر الأول والصدور الأولى يختلف إيمانهم عن الآخرين، وأهله فيه سواء إذا أراد الإيمان الاسم فقط، فأهله فيه سواء لكن لا يراد الإيمان الاسم، هذا مؤمن وهذا مؤمن، مثل ما نقول هذا مبصر، نقول هذا مبصر. وأهل البصر هل هم سواء؟ لا، منهم من يرى الهلال ليلة الأولى، ومنهم من لا يراه إلا في الليلة الخامسة أو السادسة حينما يكون قمرا. ونقول السمع، هؤلاء كلهم يسمعون، لكن منهم من يسمع الشيء الضعيف السمع الضعيف الكلام، ويسمع ما يقال سرا أو جهرا، ومنهم من لا يسمع حتى تجهر له. فتقول هؤلاء يسمعون، طلاب كلهم يسمعون والحمد لله، لأن غير السامع ما يستفيد من الدرس، لكنهم يختلفون في سمعهم يختلفون في بصرهم، فالاختلاف موجود. والإيمان في أصله عند أهله سواء، لكنه يختلف عنهم بعضهم عن بعض. وأصله في أهله في أصله سواء. نعم. وقوله وأصله في وأهله في أصله سواء، إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء، لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أتى بتعبير فيه عندي عدم وضوح، وهو قوله وأهله في أصله، ولم يقل وأهله فيه. والمناسب على مذهبه أن يقول وأهله فيه سواء، لأن هذا مقتضى كون الإيمان واحدا أن يكون الناس فيه سواء. ولا أدري ماذا يريد بقوله في أصله، إن أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصل وبينهم قدر مشترك، فهذا لا يصح أن يقال، لا يصح أن يقال إنهم فيه سواء، لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال إنهم فيه سواء. وحقيقة القول عند المرجئة أن أهله فيه سواء، لكن الطحاوي رحمه الله كأنه تحاشى أن يقول وأهله فيه سواء، فقال وأهله في أصله سواء. الطحاوي رحمه الله يدعى له بالمغفرة والرحمة،
ولا يجوز لنا أن نتهجم على العالم حتى وإن حاد عن الصراط المستقيم، وإن ضل لا يجوز لنا ذلك إلا إذا رأينا من يأخذ بقوله نقول: لا يا أخي، هذا القول غير صحيح وعليك أن تعتقد الصواب. فهذا نهى عنه العلماء بأنه مذهب، لأنه مذهب المرجئة، والمرجئة يتحاشون إطلاق المعصية على ضعيف الإيمان. ونحن نقول: الإيمان ليس فيه سواء، بل منهم المتمكن به ومنهم الضعيف، ومنهم القول القوي فيه ومنهم من لا يبالي، فليسوا في أصله سواء، بل هو يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية. وكلما أدرك المرء الفقه في الدين والبصيرة في العبادة قوي إيمانه، وكلما ضعف إيمانه. فواحد مثلا قال: أنا مؤمن، نقول: أنت مؤمن مصدق، لكن هل إيمانك مثل إيمان جبريل؟ لا. هل إيمانك مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل إيمانك مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، ما أحد يقول مثل هذا. ويؤكد هذا أنه قال: والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا هو الصحيح، يتفاوتون بسبب هذا التفاوت، فيكون إيمانهم ليسوا سواء في الإيمان. فكيف نبعد مسمى الإيمان عن التقوى والعمل الصالح؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعنده أن الإيمان لا دخل له في الطاعة ولا في المعصية. فكل مؤمن يقال له مؤمن عمل أو لم يعمل، كل مسلم يقال له مؤمن. لا، يقول: يتفاوتون في الطاعة والمعصية. نقول: هؤلاء الطلاب 10 مثلا كلهم مبصرون، يقرؤون الجرائد ويقرؤون الكتب ويقرؤون كل ما يكتب، لكنهم يتفاوتون. منهم من يستطيع القراءة لأي كتاب، ومنهم من إذا أعطيته الصحيفة أو الكتاب أو قلت: اقرأ بهذا، يقول: ما أقدر، ونظري قليل، ما يدرك هذا كله. وهكذا الإسلام والإيمان يتفاوت تفاوتا عظيما، والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا صحيح، لو أخذ بهذا وترك قوله إيمان بأصله سواء لصح كلامه. الإيمان يتفاوت عند هذا وعند هذا. ولم يقل يتفاضلون في الإيمان، فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص، لكن الخشية ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والتقوى هل هي من الإيمان عند هؤلاء المرجئة؟ لا، ما هي عندهم. لو كانت عندهم الإيمان لا ذهبوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. لا، ليست من مسمى الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب وإقرار اللسان. فعندهم تصديق بالقلب، التصديق، يقول الإيمان التصديق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا المقر بهذه الصفة يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يقال إنه يكذب، لكنه يتفاوت مع الإيمان، مع أهل الإيمان يتفاوتون في مجال التصديق. بعضهم يأخذ بالتصديق الكامل وبعضهم دون ذلك. نعم.
فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان، فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك الإيمان وليست منه. وعلى قولهم يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان أبي بكر وعمر سواء. هذا ما يقوله عاقل، هذاك مؤمن مسلم لكنه يعمل المعاصي ولا يطيع في كثير من الأحيان وكذا وكذا إلى آخر، هل يكون إيمان هذا مثل إيمان أبي بكر وإيمان عمر؟ لا والله. وقوله والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا تفاضل صحيح، لكن هذا هو الإيمان، كلما كان أخشى لله فهو يزيد إيمانه، وكلما كان متبع للسنة فيزيد إيمانه، وكلما كان بعيدا عن الهوى زاد إيمانه. أي الخشية من الله، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تخشوهم واخشوني. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ليس كل الناس في الخشية سواء، بل بعض الناس يقع في المعصية ولا يبالي، وآخر يخشى الله جل وعلا ويتحاشى أن يقع في المعصية. هل إيمان الاثنين سواء؟ لا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان أعلم بالله فإنه أخشى لله من غيره. فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشى الناس واخشى الله جل وعلا. والتقوى أي التقوى، وهي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل أمره وترك معصيته ومخالفة الهوى، طاعة لله ورسوله، قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات الكريمة تدل على تقوى الله، تدل على الفرق بين التقي والفاسق، كلهم قد يسمى مؤمن لكن إيمان التقي تقوى لله جل وعلا وطاعته، وإيمان الفاسق بمن ضعيف عند أتبه وأقل الأسباب وأقل الأمور ينحرف عن الإيمان. وملازمة الأولى المحافظة على ما هو الأولى به، هذا هو مجال التفاضل عندهم. أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص، وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافا لفظيا، لأن الخلاف اللفظي يقال عنه لا خلاف فيه، كيف يكون الخلاف لفظيا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات وتقرير الدلائل ورد الشبهات، ويشتد الإنكار على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان؟ لا، ليس الخلاف لفظيا، بل هو حقيقي، ترتب عليه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة الاستثناء في الإيمان. يعني فرق بين أن تقول الإيمان سواء وبين أن تقول الإيمان يزيد والطاعة وينقص بالمعصية، هذا خلاف فظيع وكبير وليس على حد سواء،
بل الإيمان إن كان يزيد وينقص فالناس يتفاوتون فيه، وإن كان لا يزيد ولا ينقص فالمؤمن والفاسق سواء في مسوى الإيمان، وليس كذلك. والآيات القرآن تدل على ذلك، وفعل السلف رحمة الله عليهم يدل على ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين. ولا يجوز لنا أن نتهجم على المؤلف، ولا على أبي حنيفة شيخهم، ولا غيرهم من العلماء رحمة الله عليهم، فنعذر المخطئ ونرجو الله له المغفرة، ونشجع المصيب وننضم إليه ونضم أصواتنا إلى صوته.